صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم الاثنين بإذن الله بتسود معظم مناطق المملكة أجواء مستقرة صافية ومشمسة، باستثناء مدينة جدة إذ هناك هبوب بإذن الله نشط للرياح الشرقية المثيرة للغبار. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم الاثنين على العاصمة الرياض؟ 25 مع أجواء صافية، الملموسة 24 ونسبة الرطوبة 47% وسرعة الرياح 19 كيلومتر في الساعة لتكون شمالية خفيفة السرعة. ننتقل وإياكم إلى درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وسكاكا نهارا بتسجل 25 ليلا 14، عرعر أيضا 24 نهارا 14 ليلا، وتبوك 27 نهارا 13 درجة ليلا مع أجواء غالبا صافية. ننتقل الآن إلى المناطق الغربية والمدينة المنورة 31 درجة 19 ليلا مع هبوب للرياح النشطة المثيرة للغبار، جدة 37 نهارا 22 ليلا، ومكة المكرمة 36 نهارا 24 ليلا أجواء مشمسة، والطائف 26 نهارا مع أجواء غائمة جزئية و14 ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية والباحة 23 نهارا 15 ليلا، أبها 25 نهارا 10 ليلا، وجازان 29 نهارا 25 ليلا مع غيوم متفرقة. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام 25 نهارا 15 ليلا، حفر الباطن 26 نهارا 15 ليلا، كذلك الحال الإحساء 26 نهارا 14 ليلا مع أجواء بإذن الله مشمسة. أخيرا ننتقل إلى مناطق الوسط والعاصمة الرياض 25 نهارا 12 ليلا أجواء مشمسة، بريدة 24 نهارا 12 ليلا، كذلك الحال حائل 23 نهارا و12 درجة بتنزل ليلا. متابعينا بدي أذكركم ما تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من نشراتنا. إلى هنا، إلى اللقاء.